أهلا بكم شباب وشابات الصف الأول الثانوي، بنكمل مع بعض مجموعة أسئلة القواعد اللي بتغطي المنهج بالكامل. هناخد السؤال الأول: تو نقط اون راكيت، يعني هات انت ايه مضرب. ايه الأفعال اللي موجودة عندي؟ كل الأفعال الموجودة عندي هي أساسا الفعل أفواه ومصرفة مع كذا ضمير. أنا المفروض هختار افوار او مصرف مع الضمير تي، يبقى تختار اس. السؤال اللي بعده: سو نو سون با نقط براسلي، يعني انها لا تكون حظاظات. طيب انا كده هختار ايه؟ ممكن انت تكون فاكر حاجة صغيرة كده اللي هي ايه، لما بيكون في نفي تحول ادوات النكرة الى دي اي او دي ابوستروف، فهتختار على طول مثلا دي اي او دي ابوستروف. ولكن عايز اقول لك لا، غلط. امال ايه؟ تبقى ادوات النكرة وتبقى ادوات التجزئة زي ما هما لما يكون الجملة فيها فيرب اتر، تمام؟ فانت كده هتختار دي اس، سينو سون با دي براسلي. طيب انها لا تكون حظاظات. طب واحد يقول لي طب ليه ما اخترناش ال اس، ان سينو سومبا لي براسلي، انها لا تكون الحظاظات. عارف لو قلت لي براسلي يبقى لازم تكمل بتكمله تانية للجمله، لازم تقول ان الحظاظات، انها لا تكون الحظاظات مثلا بتاعت فادي، تمام؟ فانت هنا مش محتاج تقول ال اس ولكن محتاج تقول دي اس. السؤال اللي بعده: اون نقط لي بيراميد، يعني اون ايه بقى؟ اون خلي بالك لما تختار فعل مصرف بعد اون يأتي كأنه مصرف مع ايل، تمام يا شباب؟ يبقى الفعل اللي هتختاره كأنه مصرف مع ايل، يبقى تختار فيزيت الإجابة الثالثة. السؤال التسعتاشر: اون سوري نقط اي اون كلاس، في ناس ممكن تغلط وتكتب ايه بقى، تختار كلمة كومو علشان هي فاهمة السؤال او فاكرة السؤال بتاع ايه، كومو اي تا كلاس او كومو اي لا كلاس، كيف يكون الفصل. ولكن المرة دي انا مش بقول كيف يكون او ما صفات، ولكن انا مش بقول كومو اي اون كلاس، ولكن انا ممكن اسأل واقول ايه، من يكون في الفصل، من يكون في الفصل. من دي اللي هي مين؟ اللي هي كي اي اون كلاس، من يكون في الفصل. السؤال رقم 20: لي جمال دو مون فوازان نقط تيميد، يعني التوأم الاناث بتوع جاري بيكونوا تيميد، بيكونوا خجولين. المفروض انا بقى اختار كلمة بيكونوا بناء على ايه؟ بناء على كلمة لي جمال. لي جمال يا شباب تساوي في الضمائر ال افيك اس، فانا هختار الفعل المصرف مع ال افيك اس اللي هو مين؟ سون. يبقى لي جمال دو مون فوازان سون تيميد، يعني التوأم بتوع جاري بيكونوا خجولين. السؤال اللي بعده بقول لي فوتو دو مي فاكونس سون، خلي بالك الصور بتاعت اجازاتي بتكون، خلي بالك الصور هنا جمع مؤنث وانا بوصف الصور في النقط دي، فبختار صفة جمع مؤنث، هختار كلمة بيل. طيب بعدها لو تاي كريون سي نقط سا، التاي كريون، ايه هي التاي كريون؟ يعني البراية. بس هو هنا بيسأل بيقول ما هي البراية؟ في تعبير احنا خدناه قبل كده اللي هو ايه، سي كوا سا، سي كوا سا يعني ما هو او ما هي. طيب السؤال اللي بعده: جي دي براسلي، عندي حظاظات. الحظاظات دي مالها بقى؟ صفاتها ايه؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لك جو نيم با نقط فتر نوار، انا ما بحبش الالم، الم السبوره النوار الاسود. الم السبوره الاسود هو مفرد مذكر، فتختار معاه كلمه لو.
السؤال اللي بعده سي نقط سيبر كوبين، إنها رفيقة إنترنت. رفيقة إنترنت مؤنث، فبتختار معاها اختيار مؤنث اللي هو إن. بعد كده tu me passes notre ciseau s'il te plaît، يعني إيه tu me passes؟ يعني أنت تعطيني، ممكن تبصيلي تديني. ciseau هنا بنعملها معاملة الجمع يعني المقص، فبنختار معاه ال اس. تمام، لي سيزو. السؤال التسعتاشر نقط اسك تو ا دون تاتروس، يعني اسك هي اداة لترتيب السؤال، يعني ملهاش معنى دلوقتي. تو ا دون تاتروس يعني انت لديك في مقلمتك. يبقى انا عايز اقول ايه؟ ماذا لديك في مقلمتك؟ مين اللي ينفع ماذا في الاختيارات دي؟ خلي بالك ك يعني ماذا وك يعني ماذا، بس دي ما تنفعش ودي تنفع. ليه؟ لان دي مناسبة لوجود حرف متحرك. تمام، فينفع اقول كسك كسك، ما ينفعش اقول ك وفيها حرف متحرك زي كده، فبختار اللي من غير حرف وفيها أبوستروف. السؤال العشرين voici deux amis، ها هم صديقتين. نقط son sociable، هم بيكونوا اجتماعيتين. طبعا أمي جمع مؤنث، فبختار مع بختار ضمير جمع مؤنث، يبقى ال ال son sociable، هم بيكونوا اجتماعيات. السؤال اللي بعد كده بيقول لك دينا ام لنقط كاسكيت، دينا بتحب الكاسكيتات. الكاسكيت مفرد مؤنث، طبعا هنا يتبقى جمع مؤنث، يبقى اختار معاها صفة جمع مؤنث، يبقى تختار كلمة بيتيت الأخيرة. السؤال اللي بعد كده سوسون مي كوبين، انهم يكونوا رفيقاتي. طبعا رفيقات جمع مؤنث، يبقى تختار معاها اختيار جمع مؤنث، يبقى هتختار فرانسيز الاختيار الاول، يبقى انهم رفيقاتي فرانسيز الفرنسيات. السؤال اللي بعد كده اليكس نقط اون اوتر كيستيون، وهنا عايزك تختار تصريف لفعل بوزي يعني يطرح، يعني عايز يقول لك اليكس بيطرح سؤالا اخر. أليكس تساوي في الضمائر إيل يعني هو، يبقى الفعل اللي هتختاره يبقى مصرف مع إيل، يعني في النهاية بتاعته حرف إيه، يبقى تختار بوز. أليكس بوز إين أوتر كيستيون، أليكس بيطرح سؤالا آخر. ننتقل لمجموعة أخرى من الأسئلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك آدم نقط لي جو فيديو، آدم عايز يقول لك بيحب أو بيعشق ألعاب الفيديو. هنا الاختيارات بتاعتي بتختلف في التصريفات بتاعتها، فآدم في الضمائر يساوي إيل، يبقى الفعل اللي هختاره يأتي مصرفا مع إيل، يعني النهاية بتاعته آخرها حرف أ، يبقى على طول هتختار مين؟ الله، ده مفيش نهايات آخرها حرف أ. خلي بالك عندنا الأخيرة دي مهمة جدا، اللي هي ne prefer pas، يعني لا يفضل. الفعل هنا أيوة من في محطوط بين ne و pas، ولكنه مصرف تصريف صحيح آخره حرف e، يبقى هو ده الإجابة الصحيحة. يبقى بنقول آدم لا يفضل ألعاب الفيديو. السؤال اللي بعده سي كوا، سيكوا ما هذا؟ سي نقط، هذا نقط. تعال نشوف هذا ايه، صديق منفعش، جار منفعش، ألم ينفع، انكريون ليه؟ لأن كوا تسأل على شيء غير عاقل. سيكوا يعني ما هذا؟ هذا قلم. السؤال اللي بعده ماريون اي أليس سون نقط لو 20 مي، يعني ماريون وأليس سون، يعني عايز اقول لك اتولدوا في 20 مايو. ماريون بنت واليس بنت، يبقى هنختار
جمع مؤنث يعني الاختيار رقم سي اتولدوا. السؤال التسعتاشر، تي ام نقط تنس، انت بتحب التنس، التنس مفرد مذكر فبتختار معاه ل. طيب السؤال اللي بعده، كل اج نقط اولى اي سما، يعني ما العمر اللي عنده علا وسما. خلي بالك علا وسما هما الاثنين يعني ال افيك اس، تمام؟ يبقى هتختار فعل مصرف مع ال افيك اس، يا ترى مين في دول؟ خلي بالك او مصرفة مع ال افيك اس والصون مصرفة مع ال افيك اس، بس المعنى يفرق. انا عايز ايه؟ هل انا عايز افوار ولا عايز اتر؟ انا عايز افوار، انا بقول عند ما العمر اللي عند علا وسما، طالما قلت عند يبقى هختار او، تمام؟ كلاج او اولا اي سما. السؤال بعد كده، فواسي نقط امي دو نيكولا، يعني ها هم الاصدقاء بتوع نيكولا. خلي بالك اصدقاء جمع، يبقى تختار حاجه جمع هنا اللي هي مين؟ لي. طب ليه ما اخترتش دي؟ ما هي دي جمع برضو، بس دي نكره، اداه تنكير للجمع، وانا هنا مش بقول اداه تنكير، انا بعرفهم، انا بقول ان هم دول مين؟ هم الاصدقاء بتوع نيكولا. اذا لما اقول الاصدقاء بتوع نيكولا يبقى انا كده بعرفهم، يبقى بختار لهم اداه تعريف. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كي نقط ايه، يعني عايز يقول لك من هذا، وده سؤال المفروض ان احنا حافظينه، في جزئيه ناقصه اللي هي سي ابوستخف، يبقى لما يبقى انا كده هقول كي سي من هذا. السؤال اللي بعد كده، les ordinateurs de Hugo et Alex sont، يعني الكمبيوترات بتاعت اوجو واليكس بتكون، يبقى انا كده هختار صفه تخص الكمبيوترات اللي هي اساسا جمع مذكر، يبقى اختار صفه جمع مذكر. بص كده معايا، نواح جمع مذكر، يبقى الكمبيوترات بتوع هوجو واليكس بيكونوا ايه؟ بيكونوا سود، تمام؟ نكتفي بكده النهارده ونكمل في الفيديو اللي جاي. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو القادم. افواح.